اهلا وسهلا بيكم، والنهارده معانا يوم جديد، يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. وانا النهارده مش عارفه اقول لكم ايه على الاحداث اللي بتحصل، فما فيش عندي كلام اقوله، معلش اعذروني، انا جايه لكم هلكانه لان كنت في الميدان الصبح، حاولت اعمل اللي اقدر عليه، يعني على قد ما قدرت عملت ان انا كل وبدعو دلوقتي من خلال شاشه 25 كل واحد يقدر يعمل حاجه ويساعد بها البلد يعملها. وزي ما بقول لكم في مثل حلو قوي لازم كلنا نحط في ودننا، صاحب الحق عينه قويه. فانا النهارده لما كنت في الميدان عرفت ان صاحب الحق عينه قويه، وانا بدعوكم النهارده من خلال شاشه 25 اللي يقدر يعمل حاجه للبلد يا ريت يحاول يعملها. وزي ما قلت لكم النهارده حاولوا تعذروني لان انت النهارده كنت طول النهار في الميدان، والنهارده انا بلبي رغبه الست امال اللي من الحلميه لانها كانت زعلانه، كانت نفسها اعمل لها المفتقه، فانا بقول لها احنا النهارده ادام وعدناكي شاشه 25 بتوفي، وانا النهارده هعمل لك المفتقه. والنهارده احنا بالمناسبه كمان هنعمل اكلات سريعه لان انا هعمل الاكل ده وهعمله في سندوتشات اللي انتم شايفينها دي كلها، انا موديه قدها الصبح للميدان، فالنهارده الاكل بتاع النهارده كله برده رايح لميدان التحرير، فاحنا النهارده هنعمل اكلات سريعه بس برده على قد ميزانيتي لان انا ميزانيتي برده على قدها، هعمل فول مدنس وهعمل جبنه بالطماطم وهعمل طعميه وهعمل سندوتشات مفتقه، وكل ده هوديه لشباب التحرير. فالنهارده هنعمل المفتقه. المفتقه بتعملي اقل حاجه تعمليها هيكون 2 كيلو عسل عشان المفتقه بتخس شويه، هنشوف ازاي. لازم تحطي العسل في حله تكون كبيره لسبب، لان هو اول لما العسل يتحط على النار هيفور، فلازم تحطيه في حله كبيره عشان يديكي مساحه لو في حاجه فارت ما تقعش منك وتبوظ، فلازم تحطي العسل في حله كبيره. مقاديرها اقل حاجه تبداي بيها 2 كيلو عسل. بتحطي معاهم ايه بقى؟ اهم حاجه خدي بالك، بتحطي كوبايه دقيق زي دي، كوبايه دقيق متوسطه. يعني خلي بالك عسل اسود مش عسل ابيض، عسل اسود 2 كيلو عسل اسود، بتحطي كوبايه دقيق متوسطه زي دي كده عليه وهو لسه بارد مش على النار. بتحطي الحاجات بتاعت المفتقه، حوايج المفتقه دي حلبه صفراء، 4 معالق حلبه صفراء و4 معالق حلبه خضراء. الحلبه الخضراء دي اللي هي الحلبه الخاصة بتاعتنا اللي احنا بنشربها، دي بتتحمص وتتطحن وبتبقى بالشكل ده، ودي حلبه المغات زي اللي احنا بنعملها في المغات، يعني 4 معالق حلبه صفراء و4 حلبه خضراء، وبتحطي معلقه صغيره ملح ليمون، ملح ليمون اللي هو ده، وتحطيهم برده كله على بعضه بالطريقه دي. هتحطي معلقه كبيره صمغ طبيعي، صمغ طبيعي اللي هو ده شكله بيبقى عامل زي الرمله كده، ده صمغ طبيعي. هتحطي الحاجات دي كلها، انت هتختاري هتقولي الله استغلي، طب اجيب الحاجات دي منين؟ الحاجات دي كلها عند العطار، الحاجات دي عند العطار. هتحطي ده اسمه خضير، ده اسمه خضير، عباره عن مستكه وخضير طبيعي، هتحطي منه شويه، ده بتبقى معلقه، هتحطي تقريبا نص معلقه والنص التاني هتضيفيه على الحلبة الصفراء عشان هيتحطوا مع بعض في 3 معالق زيت ويتحطوا على النار عشان يدوك اللون اللي بيتحط فوق الوش، الزيت اللي بيتحط فوق الوش بالشكل ده. هتحطي كل الحاجات دي على بعضيها وتقلبيه كويس. ايه مدام تفيدة؟ اهلا ليك يا غاليه. ازي حضرتك؟ يعني والله انا بقالي مده عايزه اتصل بيكي، بس سمعت انك انت في العيد جبتي سيرتي وقلتي لي كل سنه وانت طيبه، فده متاخر شويه. لا يا ست الكل، والله انا في العيد عيدت على كل اصدقاء البرنامج. لا والله بس تصوري انا كنت عايزه اتكلم معاكي في حاجات كتيره بس ما عنديش نفس خالص. معلش كلنا والله مدام تفيدي. والله يا غاليه انا جايه من سوبر ماركت دلوقتي، لقيته زحام في مصر الجديده، زحام فظيع. بعدين قعدت اسال ايه ده، يعني انا هو دايما الزحام موجود بس مش للدرجه دي، بقيت قلقانه، قلت في ايه يا جماعه، في ايه؟ واحده من قدامي بتاخد حاجات ب 1000، واحده ب 800، ايه الحكايه؟ قلت لهم ايه الحكايه؟ هو في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش؟ مش ما تفهميش، الناس ايه الحكايه؟ الناس خايفه لحسن يحصل مجاعه ولا حاجه، لكن لا والله الدنيا بخير. طب لو مجاعه هناكل الحلبه والمفتقه والحاجات اللي انت بتعمليها دي. ما انا بقول كده والله يا مدام تفيده، حتى انا النهارده عملت لهم المفتقه عشان خاطر ما حدش يزعل، وبعدين دي اكله شكلي. والله يا غاليه انا مش عارفه الناس جراها ايه.
ايه الناس جرالها؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احنا عمرنا كنا كده؟ لا لا، ايه اللي بيحصل ده؟ ده مش يعني مش مصر، مش مصر. ايه عمر، انا عندي 65 سنة عمري ما شفت مصر كده ابدا. كلها كانت سيدة كلها ربنا يهدي، كلها كانت زي ايه اللي حصل؟ والله ما بنت ايه، وحتى شكل الناس اتغير، شكل الناس اتغير. كل اللي بنقدر نقوله ربنا يهدي الحال، واللي ليه حق ياخده يا رب. يا رب مش عايزين نتكلم بقى المره الجايه، نتكلم تبقى الظروف احسن. والله ما عندي نفس الكلام. معلش يا ست الكل، معلش كلنا والله. انا هتفرج على المفاتيح بتاعتك. اه اتفضلي بقى، تابعي بقى. تابعي تابعي يا غالي. ماشي يا ست الكل، شرفت. مع السلامه. المفتاه زي ما شفتوا بنحط كل المكونات بتاعتها عليها، ولسه العسل بارد، وتقلبيه كويس عشان ما يبقاش فيها حاجه مكلكعه. تقلبيه كويس جدا، ولازم تحطيها في حله اكبر عشان لما كل ما هتغلي هتفور. بالشكل ده لازم تقلبيها كويس جدا وتخليها على النار لحد لما تلف. بس لازم كمان تحطي ال 2 كيلو على الاقل خالص مع ملح الليمون الطبيعي اللي احنا حطيناه، ليمونتين طبيعي، ليمونتين طبيعي عشان تلف معاك. وبتحطي بقى بعد كده في الاخر هوريكم هتبقى شكلها ازاي، بتحطي زبادي وسمسم او اي مكسرات حسب رغبتك وامكانياتك. يعني ممكن تحطي لوز، تحطي بندق زي ما تحبي، وتحطي معاهم السمسم. بس بعد ما نعمل لها الزيت اللي بيغطيها عشان ما تنشفش. مقادير المفتقة زي ما قلت لكم يمكن الدول العربية ما يعرفوهاش، وبعدين اساسا في ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه مفتقة. المفتقة بتبدأي عشان تعمليها ب 2 كيلو عسل، 2 كيلو عسل اسود، لان ال 2 كيلو ممكن يصفصفوا على كيلو او كيلو ونص بالكتير، لانها هتخس مع العمايل والطبخ. 2 كيلو عسل اسود، بتحطي 4 معالق حلبة صفرة اللي هي زي بتاعة المغاك، 4 معالق حلبة خضرة اللي هي الحلبة الخاصة بتاعتنا بس مطحونة، بتحطي معلقة صغيرة ملح ليمون، بتحطي نص معلقة اللي هو الخضار بتاعها ده، بتحطي معلقة سمغ طبيعي. والحاجات دي كلها هتلاقيها عند أي عطار تقولي له عليها هيديها لك على طول. واللي ما عرفتيش تجيب الصمغ الطبيعي من العطار ممكن تجيبيه من الصيدليه، هتلاقي عنده في الصيدليه صمغ طبيعي، لان ده مش حاجه صناعي. كل مكونات المفتقه دي حاجات طبيعيه جدا ومفيده للمعده قوي. هنرجع تاني، بس اهم حاجه عاوز اوضح حاجه للستات اللي هتعمل المفتقه، ايدك ما تتشالش منها، لان هي اول لما هتبتدي تغلي هتلزق زي المهلبيه، لو سبتيها ممكن العسل يشط منك، فايدك فيها ما تتشالش. لو حبيتي تريحي ايدك، تريحي ايدك وانت جنبها، فخدي بالك من الموضوع ده، لانها هتفور وهيبقى لها شكل تاني خالص، هنشوفه بعدين. النهارده احنا كمان عشان الدكتوره مريم اللي من المغرب كانت طالبه الفول المدمس. الفول المدمس انت بتجيبي الفول وتنقيه وتغسليه وتنقعيه على الاقل قبلها مثلا بخمس ساعات ولا حاجه عشان يبقى طري، يبقى بالشكل ده. او بالليل تنقعيه وتصبحي الصبح تولعي عليه. الفول المدمس سهل قوي يا دكتوره مريم، يعني انت هتروق بعد ما تجيبيه وتغسليه وتخليه بالشكل ده، هتحطيه في الدماسه زي كده. هو الفول على فكره بياخد وقت من 5 لـ6 ساعات، لانه بيبقى النار واطيه عليه قوي. والدماسه موجوده دلوقتي في كل حته، هتحطيه في الدماسه كده. النهارده احنا هنعمل فول مدمس، وهنعمل طعميه، وهنعمل جبنه بطماطم، وكل ده هنعمله سندوتشات ونوديه للرجاله بتاعتنا كلها في التحرير. بعد ما بتحطيه في الدماسه بتغطيه بالميه. بس اهم حاجه بقى لما يبتدي يغلي ويشرب الميه اللي فيه، اوعي تزوديه ميه ساقعه، زوديه ميه سخنه عشان خاطر يستوي، لان لو حطيتيله ميه ساقعه من الحنفيه مش هيستوي، هيجرمز بالبلدي كده والحبايه تمشي. ايوه استاذه صح، هتحطي فوقي. الله يخليك، هتحطي فوقي. ثانيه واحده حضرتك، بس اعلق على الفول واكلمك براحتك. هنحط بعد ما نغطيه بالميه كده، هنحط فوقيه شويه عدس اصفر عشان وش القدره ما يسودش، والعدس كمان لما يستوي معاه يديله اللون الاصفر بتاعه. اتفضلي يا ست الكل. الحمد لله بخير، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. طلبت منك ان هو اللي فاتت ليا قدم حقك وما قلتليش الطريقه.
يا ست كل سد الحنك بسيط قوي والله، بس انت عارفه الاحداث اللي احنا فيها دلوقتي بتخلينا تعبانين، وانا اساسا والله جاي عامله الحلقه بالعافيه عشان خاطر الناس ما تزعلش، لان كنت طول النهار في الميدان وتعبانه فجيت عشان خاطر الميدان النهارده. هنعمل ايه ما احنا مصريين. خدت سندوتشات للناس اللي هناك ورحت، والنهارده انا كلمت المسؤولين عن قناه 25 واستاذنتهم ان انا اخد الاكل ده كله واديه هناك، رحبوا جدا وقالوا خدي بزياده. طب الحمد لله، احنا مصريين ولا نقدر علينا نعمله. الله يخليك يا ست الكل، انتوا عاملين ايه واخباركم ايه؟ الحمد لله كويسين، عندنا في المنطقه ما فيش اي حاجه، كويسين الحمد لله، ربنا معاهم هناك ان شاء الله كل والله انا لما رحت جيت قلت صح بالحق، عينه قويه لان الاولاد هناك مصممين ياخدوا حقوقهم. ارجى الناس في جمهوريه مصر العربيه اللي في التحرير وفي بقيه المحافظات دلوقتي، الحمد لله ربنا بس ينصرهم ويعينهم، والله العظيم ارجى الناس في مصر كلها ربنا ينصرهم، هم اللي بيحطوا صدرهم ويصدرهم قدام الظلم، ربنا يعينهم والله، وكلنا بندعي لهم وكلنا بنقول ربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب. حضرتك شرفتيني. هتقولي البصاره؟ لا ده مش البصاره، ده احنا هنعمل النهارده طعميه. طعميه حلوه الطعميه. اوعدك اعمل لك البصاره وقت تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ست الكل، حضرتك شرفتيني. الله يخليك، مع السلامه. مع السلامه. البصاره اهم حاجه في البصاره ان انت تكوني جايبه الفول، الفول المدشوش، معلش يا جماعه الطعميه، تكوني جايبه الفول المدشوش بالشكل ده وغسلاه كويس ونقعاه عشان يبقى طري، يبقى طري بالشكل ده، يعني بصي يتكسر في ايدك كده يبقى طري، وبتحطيه مقادير، بقى مقادير الطعميه يعني ده ربع كيلو، ربع كيلو بتحطي له ايه بقى؟ بتحطي له بصل اخضر لو في اواني البصل الاخضر، لو مش اواني البصل الاخضر حطي بصلايه من العاديين، كويس كده. هتحطي بصل اخضر، هتحطي راس ثوم، هتحطي ملح وفلفل وكمون، هتحطي الخضره، الخضره بتبقى عباره عن شبت وبقدونس وكزبره، وكل ده كده على قلب بعضه، وتروحي جايه عاملاه في الكبه، تعمليه في الكبه. انا لو عندي كبه هنا كنت عملتها لكم، بس والله انا عملتها عند الراجل لان انا ما عنديش كبه، بس هي دي مقاديرها، تحطيهم كده على قلب بعض كلهم وتعمليهم في الكبه لما لونها ونعمتها تبقى زي اللي هوريها لك دلوقتي، تبقى بالشكل ده يعني، دي كلها كده على قلب بعض، تدخليها الكبه الاول تطحني الفول، ما تحطيش الخضره الاول عشان الخضره ما تبقاش زي الميه جوه الكبه وتقع منك، اطحني الاول الفول وابتدي واحده واحده دخلي الخضره والبصل والثوم ويبتدوا كلهم يطحنوا مع بعض ويوصلوا للشكل ده، هتبقى زي الفل وتمام وما فيهاش اي مشاكل. وبعدين حاجه البيت البلد يوكل زي ما قلت. نرجع للمفتقه، وانا قلت نحاول بقدر الامكان ما نسيبهاش، يعني ايه عشان وريحتها هتبتدي طول ما هي بتغلي هي بتتعقد بالظبط زي المربى، لازم طول ما انت بتعمليها تشرعي، يعني معنى ايه تشرعي؟ ترفعيها كده، تشرعي فيها كده بالشكل ده عشان خاطر ما تلزقش منك. هنرجع بقى تاني للطعميه. الطعميه زي ما قلت شكلها يبقى كده بعد ما تطلع من الكبه، ممكن تقليها بالبيض وممكن تقليها ساده، هنشوف ازاي هنقليها بالبيض وازاي هنقليها ساده. لو انت هتقليها بالبيض بتجيب البيض وبتجيب طبق يكون كبير، لو انت عايزه تعملي عجه، عارفين انتوا عجه الطعميه دي بتبقى ايه؟ طعمها حلو، بتبقى راس كبيره كده. بتجيبي البيض يعني بالظبط، هو ممكن تحطي بيضايه كده على حته الطعميه بالشكل ده، لو عايزه انت بقى تزودي عليها سمسم فوق الوش، كزبره ناشفه، براحتك يعني، الاختيارات في ايديك. ايوه يا محمد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله انا بخير. انا
بس بتصل النهارده عشان اشكرك والله عن انا ابن الحاج امان بتاع الحلمان عايز انفطر. اهلا وسهلا بيك. والله شوف رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها بس انا ردت لها رغبتها. طبعا عشان انا وعدتها الحلقه اللي فاتت. لا تسلم ايدك يا ست الستات والله. وكمان عشان كمان المفتاه دي قلت انزلها ميدان التحرير بقى على وش مامتك الجميل. طبعا للناس هناك ياكلوها. طبعا ربنا يبارك لك. يعني عشان كلها عسل وحاجات طبيعيه بتدي قوه وطاقه يقدروا الناس يقفوا على رجليهم وبتدفي. ايوه مربه الغلابه دي. مربه الغلابه. بس والله مش الغلابه قوي برضه. احنا الحمد لله مستوره. الحمد لله طبعا. الحمد لله طبعا. انا بتمنى بقى ان انا اشوفك في الوراق لان انا ليا حبايب كتير قوي في الوراق. والله انت تعالى الوراق وانا ارحب بيك من اول ما تنزل عند في قلب الموقف. اسال بس قول عاوز الست غاليه الوراق دلوقتي كلها بقت تعرفها. طبعا اشكر من وراء العين. لا الحمد لله ما عشان حبايبي بس. وبعدين الوراق بلد صغيره والناس كلها بتعرف بعديها. لا انا ليا ناس حبايبي في عزبه الجزارين. انا من الجزارين على فكره برضو. برضو؟ الجمل وكده. ايوه يعني هتروح هناك هتسلي بسرعه. هات الحاج امال وتعالى ورا المرور برضو. هات بس انت الحاج امال وتعالى. حاضر نبيل كناي ان شاء الله. تسلم. بس ادعي لنا بس الظروف تتعدل بس والبلد حالها يتصلح. ربنا ييسر الحال والله. ربنا ييسر الحال للناس كلها يا رب. اللهم امين يا رب. ربنا يسمع منك. هتسلم عليك يا هتهالي. السلام عليكم. ازيك يا حاجه امان؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ انا بشكرك والله. ان شاء الله تسلمي يا حاجه امان. لكن انت ما جبتيش القرطاس ده من عند العطار؟ من عند العطار يا ست الكل. ما انا قلت من الاول عند العطار. يعني انت بتقولي له هات القرطاس ولا بتجيبي حاجه معينه؟ انت اول ما هتروحي احنا كنا زمان نقول عليه قرطاس ايام ستي بقى. ما انا ستي اصلا كانت استاذه في المفتقه دي وكانت بتتاجر فيها وتبيعها. ايوه. فكنا احنا ايه انا كده اعملها عمياني تطلع مني 10 على 10. ما شاء الله. لكن بقى الناس اللي ما تعرفهاش قوي او اللي ناسياها بقى سنه ربة الغلابه بقى. بنعملها بقى وارسمها ابا عن جد احنا فتطلع مننا حلوه. بس زي الفل. ان شاء الله تسلمي. انت تروحي بقى كنا زمان نقول على الحوايج دي القرطاس. ايوه. دلوقتي لو تروحي لاي واحد عطار وقلت له عاوزه حوايج مفتقه هيديكي. ربنا يديك الصحه. ان شاء الله تسلمي. وهذا ما تتقطعش. انت عارفه يا ست الكل. بس اهم حاجه يا حاجه امال وانت بتعمليها شيء ايديكي ما تتشالش منها عشان ما تخطش. ايوه. وبعدين ايه خلي بالك ان هي بصي انا حاطه في حله كبيره وبتفور ازاي. ايوه. لازم تحطي العسل في حله كبيره قوي عشان ما تفورش منه عشان تبقي بتغلي. ايوه حبيبتي متشكره قوي كتر خيرك. ان شاء الله تسلمي يا حاجه امال. تحتلمي طيبه. ادعي يا حاجه امال لمصر والنبي. يا رب يروق الحل للشباب كلها وللدنيا. يا رب يا حاجه امال. يا رب يروق الحل للدنيا كلها والله. ان شاء الله تسلمي يا حاجه امال. بقول لك الواحد حزين ازاي على البلد دي والله. والله يا حاجه امال احنا بندعي من ربنا ان ربنا يصلح الحال كل الناس في مصر وكل الناس وكل الشباب ولادنا واولادك واولاد المسلمين. انت عارفه يا حاجه امال انا لما رحت الميدان الصبح. ايوه. قلت الضحك على الشفاتير والقلب يصبغ مناديل قوي. والله قوي قوي. الحمد لله. ربنا يصلح لك حالك. ان شاء الله يخليك يا حاجه امان. شرفتي. تعيش. ربنا يخليكي. الله يخليك يا حاجه امان. من الحاجه عصمت والحاجه فيفي وحبايبك كلهم. الله يخليك يا حاجه امان. الحاجه عصمت ده جاري يبقى هنا جنبي. جنبك. ايوه. ما انت كلكم حبايب بقى. ربنا يكرمك. الله يخليك يا ست الكل. المهم النبي انا عايزه نمره حضرتك لو سمحت. حاضر حضرتك. خش على الكنترول اميره تديها لحضرتك. متشكره قوي كتر خيرك. الله يخليك يا حاجه امان. انا ما تتقطعش منك ابدا. ان شاء الله تسلمي يا حاجه امان. ان شاء الله تسلمي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بقى الاستاذ. ماشي يا ست الكل. الطعميه احنا عملناها هي زي ما شفتوا بالبيض. بتحطي بالظبط كده معلقتين وبتحطي البيضه. على فكره البيض هيخليها كمان هشه وحلوه قوي. اهم حاجه المفتقه ايديكي ما تتشالش منها لان لو ايديكي اتشالت منها يعني شوفوا انا بعمل كذا حاجه وايدي مش متشاله منها. خلي بالك عشان ما تشتش منك. ولو امكن ممكن توطي عليها النار لحد هي ما تسوي. بس خلي بالكوا هي بتاخد وقت طويل. يعني الاتنين كيلو دول ممكن ياخدوا بتاع ساعة ونص ساعتين على النار عبال ما يلفوا وانتي هادية عليها النار. لازم النار تبقى هادية عليها. طعمية طبعا انتي ايه لما بتعمليها بالبيض بتيجي تقسميها زي ما نقسمها كده بالمعلقة. تاخدي كده بالمعلقة وتحطي. النهارده كمان احنا بقى هنعمل جبنه بالقوطه
والله انا هعمل لكم على فكره الجبنه في البيت برضو، هقول لكم الجبنه في البيت بتتعمل ازاي. بس احنا النهارده قلنا نعمل حاجات تكون سريعه وتنفع كمان للرجاله اللي في التحرير، فان شاء الله برضو هقول لكم الجبنه تتعمل في البيت ازاي بدل ما تشتريها جاهزه. الطعمية دايما ان انت لما تيجي تحطيها تخلي الزيت سخن عشان خاطر ما تبقاش ماسكه منك وتتقلب كده. الطعمية المصري دايما فول وخضرة وتوابل من بتاعتنا، غير الطعمية اللي بتتعمل بحمص الشام وبلح الشام والحاجات دي كلها وحمص الطبيخ دي. الطعمية المصري بتاعتنا اللي بالفول المدشوش لازم تلف كده، تبقى لفه في ايدك زي مربط التين بالظبط كده، وبعدين لما تحسي ان هي لفت في ايدك تاخدي حبه على المغرفه كده صغيرين وتروح حطاهم في طبق وتسيبيها تبرد، لان طول ما هي سخنه انت هتحسي ان هي ما لفتش قوي، لكن مجرد ما بتبرد هتقدري تفرقي هي استوت ولا ما استوتش. يعني تاخدي حبه صغيره كده وتحطيهم في طبق وتحطي ايدك، لو لقيتيها لفه وتخينه تعرفي ان هي استوت. في اخبار طالعة على الشاشة دلوقتي اقروها وانا معاكم. انا هخلص بسرعة واديكم تاني على ميدان التحرير عشان تعرفوا الاخبار اول باول. بس انا النهاردة حبيت بس ان انا ادا عشان وعدت الست امال وعدت الدكتورة مريم ان احنا هنعمل لها الفول، فالنهاردة جيت عشان خاطر انا ما بحبش اخلف بوعدي، والحاجة دي كلها هناخدها وننزل لأولادنا في التحرير عشان أنا زي ما قلت اللي يقدر على حاجة يعملها. أدي الطعمية بالبيض وممكن كمان تقليها من غير بيض حسب ما تحبي. بدل ما تعمليها قرص كبير قوي ويهدر منك وكل واحد يمد يده وياخد منها حتة تلاقيها اتفرتكت، اعمليها بالشكل ده قرص صغيرة هتكون أحسن. انا قلت الفول بعد ما تحطيه كده لازم توطي عليه اول ما هو بيغلي وبيشرب شويه الميه اللي فيه، وطي عليه كويس قوي وتزوديه ميه سخنه مش ميه برد. اول ما تبتدي تغلي كده وتحس ان هي قربت تخش على سوا هنحط ليمونتين طبيعي للمفتقه. هنحط ليمونتين طبيعي للمفتقه. ايوه يا لبنى. عليكم السلام. غالية. الحمد لله انا بخير. اخبارك ايه يا عمر؟ ان شاء الله تسلمي. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا حبيبه قلبي. واخبار المنوفيه عندكم ايه؟ الدنيا هاديه؟ سلموا عليكي والله. الله يخليك يا ست الكل. احنا على الاستاذ صلاح المتجدد الله يرحمه. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. الله يرحم الله يعني الله يرحم الجميع ويرحم ولادنا اللي ماتوا في الميدان يا ست الكل. انت عارفه يا ست كل الناس اللي ماتت في التحرير دي انا بقول عليها ايه؟ اللي ماتت عشرته يا حرته، يعني بمعنى اللي ماتوا عياله في التحرير يا حرة قلبه دلوقتي. والله امثالك دي كلها يا ست غاليه جميله وانا بحب اتصل بيكي واسمعها. ان شاء الله يخليك يا حبيبتي. انا بس عايزه كل اللي يكلمني يدعي لمصر يا رب يا حبيبه قلبي نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله يا رب يا حبيبه. اللهم امين يا رب يا رب يا حبيبه قلبي. بقول لحضرتك انا معايا ادهم وسيف نفسهم يكلموكي قوي. هاتيهم نكلمهم يا ست الكل. انا طنط غالي مبسوطين. تعالي يا ادهم انت وسيف. العيال دي بقى تفرح القلب دول امل مصر. الو فين بقى بس عد خلاص. الو يا حبيبي ازيك؟ اعمل لك سندوتش طعميه؟ سندوتش قرص يا قرص بتاني سندوتش. ازيك يا ادهم؟ يا
عامل ايه؟ تاكل سندوتش طعميه ولا سندوتش فول يا ادهم؟ ها؟ اه شفت الطعميه جميله ازاي، خلي ماما تعملها لك في البيت. ايوه يا ست الكل. ماما وسلام اختي فاطمه ام احمد، وكلنا والله بنحبك وبنتفرج عليكم. ان شاء الله تسلمي وسلامي ليهم كلهم. الله يخليك يا حبيبه قلبي، انت عايزه اي حاجه؟ الله يخليك، ان شاء الله تسلمي. سلام. مع السلامه يا ست الكل. الطعميه زي ما قلت ما تسيبهاش يعني ايه تتحرق، خليها لونها يكون حلو فاتح، عشان هي اساسا الخضره بتبقى باينه فيها وبتبقى شكلها حلو قوي ومفيده، وريحتها كمان بتبقى حلوه قوي. طبعا احنا هنعمل جنب الاكله دي سلطه، وهنعمل جبنه بالطماطم عشان خاطر نعملها سندوتشات، وزي ما انتم شايفين بقى ربنا يقويني واقدر اشيل السندوتشات دي كلها. لازم زي ما قلت ايديكي تبقى في المفتقه كده لحد ما تبتدي تلف. طبعا احنا الساعه مش هتكفي ان المفتقه اللي قدامكم دي تلف، بس انا بقول لك لان دي بتاخد اكتر من ساعه، ساعه ونص على النار عشان خاطر تلف وتبقى حلوه، بس طول ما احنا شغالين هتبقى معانا، وهوريكي في الاخر شكلها هيبقى ايه، عشان بس ايه تقولي ده الست غاليه طفت عليها بسرعه واستوت. لا دي بتاخد وقت، ولازم ايديكي تبقى فيها كده. هنطلع بقى الطعميه. الطعميه في البيت بتبقى حلو، بتبقى ضامنه الزيت بتاعها وبيبقى الزيت بتاعها نضيف وحلو، غير الطعميه اللي انت بتجيبيها من اي مطعم بيبقى الزيت بتاعها وحش قوي وبيبقى غامق. لو عاوزه تحطي بتحطي، عاوزه تعمليها ساده اعمليها براحتك زي ما تحبي. الفول طبعا بياخد وقت، انا قلت من 5 لـ6 ساعات عشان يستوي. بعد الفول ما بيستوي بيبقى هو ده شكله. بص يا لو ريت تكون الدكتوره مريم متابعانا، لان كان هو ده طلبها الدكتوره مريم من المغرب. بيبقى شكله بالشكل ده. اه. بيبقى شكله كده. لونه بيبقى داخل على اصفر كده شويه من العدس الاصفر اللي انت بتحطيه. العدس الاصفر لما بيستوي فوقيه بيروح في قلبيه وبيبقى لونه حلو قوي. وانا في البيت برضو بحطه في الدماسه كده على نار هاديه يقعد براحته. هنحط الفول بس يسخن عشان نعمل فول بالليمون والزيت عشان نقدر نحط عليه سلطه ونعمله سندوتشات. واشوفكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا يا مرحبا، اتفضل. ما شاء الله المكتبه حجمها مهول. مهما كان الان كلنا ونحن الله معنا. احنا هنا في مصر بس للاسف قليلين اللي عارفين المنظر ده. كل جيل جاي اقوى من الجيل اللي قبله.
رجعنا تاني عشان نشوف المفتقة بقى شكلها ايه بعد ما اتعقدت. اهم حاجة ان انت بتجيبي طاسة او اي حاجة وبتحطي فيها شوية زيت. تابعينا يا حاجة امان، شوية زيت كده. لازم وش المفتقة يتغطى بالزيت والحلبة عشان ما ينشفش منك، ولازم الزيت ما يكونش قليل، يعني تحطي تقريبا للاتنين كيلو نص كوباية زيت زي انا ما بحط كده. وهنحطها على النار لما تسخن بس الاول كده شوية، وهقول لكم هنعمل ايه. يا استاذ سامح، يا استاذة سامية. الو، ازيك يا استاذة سامية؟ مساء الفل يا ست غالية. ان شاء الله تسلمي. انا ماما سامية يا ست غالية. اهلا وسهلا يا ماما سامية، معلش مش مركزة النهاردة والله. يا نور عين ماما سامية. الله يخليك يا ست الكل. تسلم ايديك يا نور عيني على كل اللي بتعمليه. الله يخليك يا ماما سامية. انا بتصل بك النهاردة عشان اقول لك اذا كانت مصر اغلى اسم في الوجود، فالست غالية احلى اسم في الوجود. الله يخليكي، بس من بعد مصر مفيش حاجة والله يا ماما سامية. ادعي لي يا ست غالية. ادعي لنا بس يا ماما سامية، ادعي لنا. يا رب. ان شاء الله هنبقى احسن واحسن بامر الله. يا رب يا ماما سامية يا رب. انا معاكي. يا رب. اذا كنت انت في الميدان فاحنا كلنا معاكي في الميدان. والله انا بقول كل اللي يقدر على حاجة يعملها عشان خاطر مصر. كلنا بقلبنا في الميدان والله يا ست غالية. يا رب. وربنا يقويك يا حبيبتي. انت عارفه يا ست الكل، انا في مثل بلدي بقى، بصي بقى هقوله. انت عارفه دايما كنا نقول اللي وراه طلق ما ينامش، يعني اللي وراه حاجه عمره ما ينام. اللي وراه صاحب الحق ما بينامش يا ست غاليه، ولا بيبقى وراه ما طلق ابدا. لا، مصر دلوقتي بتولد الحريه يا ست امان. يا ماما سامية بتولد الحرية. يا رب يا رب. ندعي كلنا يا رب، نصلح حال بلدنا يا رب. اللهم امين. طريق العمل الشباب الجميل اللي عندك، والله رجالتنا كلها في القناة بتاعت القناة كلها في التحرير، والله ربنا يكرمهم، والله كلهم في التحرير يقويهم يا رب يا رب يا رب. وندعي مصر كلنا يا ست غالية. والله بندعي والله يا ست يا ماما سامية. يعني انت عارفة الواحد مش عارف يقول ايه. لا ان شاء الله رب. دي غمة وهتنزح ان شاء الله يا ست غالية. يا رب يا رب. وربنا يصلح حال بلدنا. اللهم امين يا رب. وهتتصلح بينا وبايدينا برضو. يا رب يا رب. يا ست غالية وربنا يوفقك. الله يخليك يا ست الكل. يا رب. وكنت مزان حسناتك يا رب. ليا والمصر وكل الشباب وكل الشهداء وكل أمة فقدت ابنها. ان شاء الله حبيبي. تشكريني أميرة قوي يا ست غالية. عناية يا ست الكل، عناية. عناية الاثنين يا ماما سامية. يا حبيبة قلبي. ربنا معاكي. الله يخليك يا ست. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. مع ألف سلامة يا ست الكل. الزيت اللي احنا حطيناه ده عشان حاجة، عشان المفتقة. بتحطي عليه بصي شوية الخضير اللي احنا حطينا منهم في قلب المفتقة والحلبة الصفرة عشان يدوكي اللون اللي بيتحط. ايوه يا ابو عم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست غالية؟ الحمد لله انا بخير. ازيك يا ابو عم؟ الله يسلمك يا ست غالية. عامل ايه وازاي صحتك؟ انا عجبني القناة بتاعتكم دي في حاجة بس. اتفضل. انها يعني ما بتفصل يقول لك قول رأيك بحرية. وبدون سقف. اتفضل. يا حاجة غالية، اولا التظاهر ده حق مدفول وكل حاجة. طبعا. متفقين على كده يعني. طبعا. بس طبعا. في حاجة طبعا مفيش دعم التخريب. احنا والله بنقول على قد ما نقدر محدش يخرب. احنا بنطالب يعني احنا تعملوا مظاهرات وكل حاجه، بس طبعا تكون سلميه وتكون يعني ناس واقفه باحترامها في الميدان. مفيش داعي ان احنا. عارف يا ابو عمرو بعد اذنك، انت عارف على مين عيني كل واحد بيتجرح وبيتعور وبيموت. معلش يا حاجة ما يا حاجة من دول غالية. ولا من دول؟ بص يا حاجة غالية. والله من دول ولا من دول، في الآخر مصريين. ماشي يا حاجة غالية، ما في هو في بعض الناس بتندس في وسط المتظاهرين. ما احنا بنقول بقى المفترى على ربنا. بتبوظ كل حاجة. انت قلت دلوقتي ايه؟ صاحب الحق عينه ايه؟ عينه قوية. بس كده، يعني اما احنا نقف في حالنا وسلميين، ما حدش هيجي علينا ابدا، انما احنا ما نروحش نهاجم لا مؤاخذة نروح شارع اللي اسمه محمد محمود دوت. أيوة. عشان نوصل للمديرية هيعملوا ايه هناك في المديرية؟ والله احنا كلنا بندعي ان ربنا يهدي الامور وان الناس عندها عقل، وبندعي الفقهاء والعلماء وكل الناس تهدي معنا الامور. لا حق طبعا، في بطالة كتيرة في البلد
وفي فقر كتير واخد بال حضرتك، وفي ناس عيالها ماتت. ماشي، كل ده عند ربنا محسوب، كل ده ربنا عند ربنا محسوب. يعني احنا في دار الحق، ربنا يهدي الحال يا ابو عمرو يا رب. احنا في دار الباطل وهم في دار الحق. طول ما نبص الى حقنا ان شاء الله عمره ما يضيع، وحق الشهداء مش هيضيع، وربنا يصلح الحال. يا حاجه غاليه، هي الناس بتفرق معاها ايه؟ اكل العيش. بالظبط، اكل العيش هو اهم حاجه في البلد هنا دلوقتي. بالظبط، ما تفرق معاها مجلس شعب ولا مجلس شورى ولا دستور، كل ده ما بيفرقش مع الناس الغلاء اللي هم البسطاء. بس والله يا ابو عمرو في ناس بتفرق معاها، في ناس عاوزه يبقى في حريه. ونعم ماشي، الحريه ماشي، كل حاجه ماشي، بس برضو يعني كل شيء بالاصول. طبعا طبعا، انت عندك الاصول يا جماعه، انت عندك طالب بكل ادب وبكل احترام، ونقف ما نحتكش بالشرطه، وبعد كده ما الانتخابات ان شاء الله جايه اهي، وان شاء الله انا حاسس بعد الانتخابات مصر هتبقى كويسه يا رب. اللي سترها في الاول يسترها في الاخر يا ابو عمرو يا رب. احنا نتفائل مش نتشائم يا رب، احنا نتفائل وربنا عديه على خير يا حاجة غالي. يا رب يا رب يا ابو عمرو، الله يخليك والف سلامه يا حاجة غالي. الله يخليك يا ابو عمرو، انت شرفتني. زي ما شفتوا المفتقة بتحط شوية الحلبة وشوية الخضير في زيت لما بيتقدحوا قوي، وبتروحي حطاهم في وشي. انا عملتها بتتصب في برطمانات على فكرة، بس انا عملتها لكم في حلة عشان تشوفي شكلها النهائي بيبقى ازاي. بصي، بعد ما حطينا الزيت وحطينا كل حاجة، بتحطي انت بقى حسب رغبتك السمسم والسوداني، عندك امكانيات تحطي مكسرات براحتك، جوز هند زي ما تحبي، هي بيبقى شكلها كده. وبعد ما بتتقدح بيبقى شكلها كده، بصي شكلها فيها عرق وماسك ازاي، ما بتبقاش مية، لان دي بعد ما بتبرد، بعد ما بتبرد. لكن طول ما هي سخنة لازم تحسي ان هي تقيلة زي المهلبية كده، عشان تتأكدي ان هي بقت تمام ومستوية. ده بيبقى شكلها. والزيت بقى زي ما بتشوفي بيبقى عليها لونه اخضر وحلو كده. وبعدين الزيت كمان، الزيت ده بيتحط عشان وشها ما ينشفش، لان انت طبعا بتبقى عاديها مثلا اسبوع وعشر ايام وممكن شهر، ما وشها ما يبقاش ناشف، ولازم وشها يبقى طري اهو. بصي انا صبها لك في حله، بس هي بتتحط في برطمانات، وبتقفلي برطمان ازاز او بلاستيك مش فارقه، المهم ان انت تحطيها في برطمان وتروحي مغطياها. بس في الشتاء ده ما تحطيهاش في التلاجة، خليها بره التلاجة عشان تقدري تبقى معاكي تخش في السندوتشات. هنعمل بقى ايه؟ السلطة. وبعد كده نعمل شوية فول بالزيت والليمون عشان خاطر نعملهم في السندوتشات. المفتقة دي على فكرة مفيدة قوي، وبتبقى جميلة، وبيبقى لونها فاتح وحلوة قوي. لو انت عاملاها في البيت لونها بيبقى فاتح وجميل. زي ما قلت في السلطة حطي كل الخضرة اللي موجودة في السوق دلوقتي، احنا في الشتاء والخضرة حلوة قوي ومتوفرة ومرعرعة وحلوة. النهاردة بقى ايه؟ مش هقعد بقى ازوق لكم السلطة، انا هعمل السلطة فوق بعديها كلها، عشان دي هحطها في السندوتشات اللي راح التحرير، فكلها تبقى فوق بعدها، مش هنقعد بقى ايه نزوقها معلش النهاردة، لان انا ايه راح الميدان ولازم ايه اخد الحاجة كلها معايا وامشي. ايوه استاذه صابرين، ازيك يا ست غاليه؟ عامله ايه؟ الحمد لله انا بخير، ازي حضرتك؟ انا بقول لك ربنا ينصر شباب التحرير، انا ببص على كل رجل وكل راس شاب وبقول ربنا يقويكم. اللهم امين. وربنا يخليكم بلدنا يا رب، انت عاليين دايما يا رب. انا نفسي فعلا ابوس كل ايد وكل رجل يا حبيبتي، ولما حقك عليا انا ما بنزلش. معلش انت في دعواتك اللي بتقول عليها، بس انا من جوايا بدعيلكم. ادعي لهم اشوفهم دايما ربنا يرفعكم فوق. والناس اللي القناه الاولى والثانيه والفاضيه اللي المصريه ضحك عليهم يبتدي يحسوا. انا بقول يا رب الشعب المصري الجميل ده يصحى ويفهم من الغيبوبه اللي الاولى والثانيه عندها في دماغه. يا جماعه المجلس العسكري لما مسك كان ممكن من اول شهر يعمل لكم ثلاث حاجات ما فيش غيرها، والبلد كانت تبقى جميله. كان اول حاجه هيدي الناس اللي بتاخد ملايين وللصغيرين للتاني، كان مسافه ما فيش قويه، ما كانش فيها فيها سفرات. ان الكبير اللي بياخد ملايين عطل الصغير. انت عارفه رايك ده بقى؟ انت تطلعي خلينا كملي انا سيبك كملي هي دي نمره واحد. كان انا عاوزه اجيب الفرصه دي تكلمي اكتر مع امير في كل يوم. ثاني حاجه كان هيعملوا ايه؟ كان هيعدموا مبارك واللي معاه السفله
اللي ضيعوا الشعب والوطن، ضيعوا ولادنا بعد ما قتلوهم، قاعدين يتفقدوا عليهم ناس يعني مصابين مش لاقيين، مستشفى كله لديهم فلوس والتاني متدلع من شرم الشيخ للمستشفى الفلاني، عمالين يدلعوا فيهم هم كلهم تتبع عليهم، واحد عرفي وجاي وقال من المتدلعين جنب عثمان بورك يا ست الكل يا ست الكل هدي نفسك بس كده، هدي نفسك الكلام اللي انت بتتكلميه ده ده لازم انا عارفه يصحى يا شعب مصر يا ست الكل هدي نفسك بس الكلام ده اديني فرصه انا اتكلم يا ست الكل، الكلام اللي انت بتتكلميه ده تقدري اللي ماسك رأسه زي عثمان مبارك يا ست الكل ان شاء الله احنا هنحاول ان احنا كمان ندخلك معانا البرنامج كل يوم، ده كله سياسيين ويقدروا يفيدوكي في اللي انت بتتكلمي فيه ده كله، ويقدروا يقولوا لك على الفايده ويقدروا يهدوكي شويه ويقولوا لك الدنيا ماشيه ازاي انا عاوز الحق بس اعمل السندوتشات والحق اروح التحرير. انا موافقه على كلامك وكتر الف خيرك، يعني يا ريت كل الناس بجد بتريد تطلع اللي جواها، لان كل الناس زعلانه وكل الناس مشحونه. ربنا يهدي الحال ويطمن قلوب الناس، الناس اللي متضايقه دي كلها بدعي لها من قلبي وبدعي لشباب التحرير والمصر كلها يا رب، وبقول يا رب اللي سترها في الاول يسترها في الثاني، يعدي الدنيا على خير. السلطه دي بقى سلطه بلدي عشان خاطر هنحطها في السندوتشات غير السلطه اللي احنا بنقعد نعملها في البيت ونزوقها عشان ناكلها، دي هتبقى سلطه بلدي عشان تتحط كلها فوق بعضيها، دي اسمها سلطه بلدي زي اللي بنعملها في السندوتشات الفول والطعميه والكلام ده كله. وادي السلطه، هنعمل بقى ايه شويه فول كده بالزيت والليمون بس بعد الفصل. كبني الهوى وصبحت عليل من الغرب سلام منصورة يا مصر يلي ربنا يساعدك يا سيف في ايد الظلم لو يوم اتسأل هيقول بلد يا حبيب بيت العظايم راو الشعراء يغنوا رجعنا تاني عشان خاطر نعمل الفول بالزيت والليمون والكمون، بتحطي حسب رغبتك كمون، بتحطي الملح،
بس ما تحطيش ملح كتير. واعي ان انت هتحطي ليمون، بتحطي الزيت زيت زيتون او زيت عادي على حسب ما تحبي. ده اللي بتحط في السندوتشات. هنحط نعصر ليمونه. الليمون في الشتاء بيبقى كله ميه وجميل قوي. حطي برده الليمون حسب رغبتك وبنمسكه ونقلبه بالشكل ده. اهو بنعمله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ومعلش بقى كده يبقى النهارده يومنا كله خلص. وابتدي بقى معلش اعمل السندوتشات بتاعه اللي انا طالعه بيها. بس الاول هنكلم استاذ عصمت. استاذ عصمت السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ انا تمام. اخبار حضرتك ايه؟ قويتي على اللي انت بتعمليه والله، على اللي مصر كلها بتعمله والله. واحب اقول ان شاء الله ان شاء الله يبقى فيه يعني نظره تفاؤل كده في بكره باذن الله يا رب. والله انا ما كنت طالع النهارده يا استاذ عصمت، بس كتر خيرهم اني قدرت اطلع النهارده. ربنا يقويك، وانا عارف التزامك والتزام القناه، وبشكر على فكره جميع القناه، وبشكر الاستاذ حسام حداد وهاني حتحوت اللي هم بيحلوا لنا الصوره بما بمنتهى الامانه. انت عارف ان عندنا عمرو النصر اتعور في دماغه وهو بيغطي في التحرير. واحب اطمن شعب مصر باذن الله ان بكره هيكون احسن من النهارده، وهي لو كده وتخلص وهتنتهي بانتصار مصر وانتصار الشباب، وان شاء الله باذن الله يبقى مستقبل مصر كويس. يا عند على عمرو بس، واي حد فاضي يا رجاله يخش يساعدني شويه في الهلومه اللي انا فيها دي. قلنا له النهارده ما تشتغلش بس دغدغوه والله. بص يا عيني ماشي ومكسر. مالوش نفس، مالوش نفس والله. اعمل عد يا عمرو فوق لما ربنا يطمن كده على مصر ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ عصمت. الله يخليك كده. كل الناس تصلي، المسيح مصر يصلي. لا ده عمرو بطل، ده على خير باذن الله. ده عمرو ده اتضرب وجه النهارده. طب كويس والله، يعني خد ذكرى من التحرير يعني. فيتضرب في راسه يا عيني ويتبهدل. ربنا مع اهل الشهداء وشهداء في الجنه باذن الله المخلصين اللي وقفوا. يلا يا عمرو اشتغل. حب مصر ان شاء الله. واتمنى من كل الشعب المصري يقف يد واحده كده باذن الله. يا رب ان شاء الله بكره هيبقى احسن، يبقى في نظره تفاؤل كده. يا الحمد لله الواحد متفائل رغم ان في قلق شويه في البلد كده والحاله واقفه، لكن ان شاء الله بكره احسن ان شاء الله. يا رب يا استاذ عصمت. وكل كل الناس اللي متصلين ومش قادر اقول اسماء بقى، بقول البلاد العربيه كلها وشعب مصر والاقاليم وكل الناس يا حاجه غاليه. يا رب اللي يا رب بيسمعوك كده، ونرجو كل الناس دعوه خالصه كده مؤمنه كده ان شاء الله. يلا يا اميره اميره تعالي ساعديني شويه. الله يخليك يا استاذ عصمت. احنا معلش احنا مشغولين عنك شويه، بس زي ما انت شايف بقى عشان نلحق بس الناس تتعشى في التخييم. انت بتعملي شيء كنت جيت عملت معاكي حوالي 100,000 في التخييم. تعالي يا اميره تعالي. الله يخليك يا حاج اللي فاضي يا رجاله، حتى لو شفت الكاميرات الله يخليك. معاك ودعوات كل الناس يا رب. الله يخليك يا استاذ عصمت. تعالي يا اميره. عليك يا غاليه وبتسعى عليا وكل الناس من سيوط ومن سوهاج ومن الاقصر وبلاد العربيه كلها. الله يخليك. تعالى حسن تعالى. رجالتنا حلوه والله يا استاذ عصمت. رجالتنا حلوه ومصر برضو حلوه مش وحشه. الحمد لله الحمد لله والله. والاكله الشعبيه الجميله دي والله حاجه غاليه. الله يخليك. مع الف سلام. سلام وسلام على ابو عمرو ومحمد باسيل ومحمود الكردي. الله يخليك يا استاذ عصمت. حاج امال ام محمد. وعلى فكره بقى كلامي خاص بقى لفتره البرنامج اللي فات الاستاذ محمد اللي غنى ده غنوه حلوه قوي ليك يا حاجه غاليه، وفي عز الغنى ذكر اسمي. فبشكره جدا هو ووالدته والناس كلها يا رب. الله يخليك يا استاذ عصمت. وهبه للسيده وكل الناس يا استاذ. والله يا استاذ عصمت انا عايز اقول لك حاجه قبل ما تختم. بقول لك الضحك على الشفاتير والقلب بيصبغ مناديل. والله انا ما رايقه ولا حد رايق خالص والله. الحياه لازم تمشي والحياه هتمشي ان شاء الله يا رب. يا رب يا استاذ عصمت. الله يخليك شرفتني. الله يخليك كلها باذن الله. وانا متفائل جدا ان بكره هيكون احسن من النهارده ان شاء الله، وهنسمع اسماء اخبار جميله النهارده باذن الله. ننام مرتاحين لان كل يوم بننام مهمومين على الشهداء وعلى الدم وعلى المتعلمين. الله يخليك. الله يخليك يا استاذ عصمت. اتشرفتني. مع الف سلام. الف سلام يا حبيبي. الف سلام. مع السلامه. لا اله الا الله. مع السلامه. يلا يا عمرو شد حيلك، انت اتضربت وكسرت. ده انت كنت في التصوير الاهلي وبوشك مخطوف يا عيني. معلش على تفوت لحد يموت كله فدا مصر. اتكلم بس ام عبد الملك. ايوه ام عبد الملك.
سبتني وخلعت يا عم، ما انت مش قادر تقف. معلش جت ام عبد المالك. ام عبد المالك يا ريت تحاولي تتصلي بينا تاني. معلش بقى، بكره ان شاء الله هتشوفونا في التحرير، واقول لكم مع الف سلامه. انا كنت الصبح في التحرير، وهوريكم برضو النهارده عشان خاطر انا بدعو من خلال شاشه 25، بقول لكل المصريين اللي يقدر على حاجه يا جماعه يعملها عشان خاطر مصر، ويا رب يهد النفوس بحق جاه النبي، ولا حد يتعور ولا حد يسيبه نصيبه. وبقول اللي مش قادر ينزل التحرير كبار السن كفايه دعوتهم، واللي قادر يدعي ونهد النفوس واللي يقدر على خير يعمله. واشوفكم الحلقه الجايه ان كان في نصيب. المجلس. أدام المشير وراح المجلس. من قتل يقتل ولو بعد حين.